شوبينج صار احيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. قدام اتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بالدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا اياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب انه يكون عنا اياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، او نحن وعم نقرا بالتخت، او حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيا لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب$80 بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. شو أورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير، 55 × 60 سم، ارتفاعها 11 سم، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ لما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبدا، فينا نعمل عليه مش بس خبز، كمان فينا نحضر مناقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين، وحيالا شي بيخطر عبالنا بده فرن. توصل حرارته ل 900 درجة، وهيدا الشيء مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته بطريقة صحية وكتير سريعة. وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا، ومصروفه كتير قليل بالنسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب $49 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. أغلب الأوقات منتنقل بالبيت المراية للتانية تنقدر نستعمل المراية يلي بتكون مضواية وبتفرجينا صورتنا بوضوح. مع ليد ميرور انحلت هالمشكلة. ليد ميرور هي مراية بتضوي وبتفرجينا تفاصيل وجهنا بوضوح، لأنها بتضوي كلها عالداير، وبصير فينا نعمل يلي بدنا إياه من ميك أب وتجميل. ليد ميرور بتدور على التاتش، في معها ستاند لتسهيل عملية التثبيت، وفي محل تنحط أدوات التجميل. هالمراية فينا نعليها ونوطيها حسب ريحتنا، سهلة الحمل وفينا ناخدها معنا وين ما بدنا، مزودة أكيد بلمبات ليد ودمر تنقدر نقوي ونخفف الضوء حسب رياحة النظر. ليد ميرور فيكن تحصلوا عليها ب $30 بس وين ما كنتوا بلبنان. ما عليكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. ممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $36، وللدوبل فيتراج ب $75، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية.
قدي متعذب تلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربلو ما بقى نعطل الهم لأنه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جلسة العمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطور ويزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما عليكن لا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر التياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه $60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.